للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الاستشاري والأمراض المعدية الدكتور سميح غزال. حياك الله دكتور سميح معنا على هذه النشرة. دكتور يعني أبدأ معك من حديث منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ينتشر بين الشباب بشكل أسرع وصغار السن. هل هذه النقطة أو هذه العلامة تجعل هناك فارقة عن الفيروس الأصلي وربما تسبب قلق من جديد؟ هو طبعا لا، يعني اعتقد انه لا، لانه الاول شيء اصابه الشباب والاصغر سنا هم اخطر على المقاومه من كبار السن واصحاب الامراض المعديه، ولكن ما هو مطمن انه ما يوجد فرق في الضراوه بين التحور الجديد للفيروس والفيروس السابق، وهذا اللي يهمنا في الامر اكثر، انه شده الاصابه بالعاده تكون اما نفس الشيء او اقلها باعتبار ان المصابين الان هم اكثر صحه من المستهدفين بالاصابه في مع الفيروس السابق. وعموما هل هذا يؤثر على منظومه المقاومه سواء بالاحترازات او بالتطعيم؟ الاجابه لا، ما في تغيير في 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 خطه المقاومة الفيروس سواء بالاحترازات المتعارف عليها عند كل الناس أو بالتطعيم اللي بدأنا الحين فيه، إن شاء الله عندما نصل إلى 20 مليون تقريبا نعتبر نفسنا غير معرضين لهذا الفيروس. غير معرضين لهذا الفيروس بسلالته الجديدة أيضا، صحيح؟ بسلالته الجديدة والقديمة. نعم. طيب دكتور سميح غزال، يعني في حين تقول المنظمة الصحية والجهات الصحية حتى لدينا في المملكة أن هذا الفيروس بسلالته هو قيد الدراسة والمراجعة من جديد، إذا علميا يعني ماذا ستسفر عنه الدراسات والمراجعات حتى؟ لا، هو علميا نحن تعرف احنا لابد من عندنا من أن المختصين يتابعوا الأمر عن كثب وبأقصى ما يستطيعوا، حتى انه ما نتفاجأ في يوم من الايام انه والله فات علينا شيء او طلع لنا شيء فيروس مقاوم او فيروس مختلف نحن مش غير مستعدين له. طالما ان احنا ماشيين مع الفيروس وندرس حالاته وندرس خططه وندرس تغيرات اللي فيه، هذا بيقوي قدرتنا على مقاومه هذا الفيروس. شكرا جزيلا. سواء هذا الفيروس او غيره، لا بد ان عمليه المتابعه هي ما يحمي البلد او البلاد كلها من شر الالتهابات والفيروسات المنتشره. بالتاكيد، شكرا جزيلا لك. اذا كان معنا استشاري الامراض المعديه الدكتور سميح غزال.